المدينة الخضراء برج الغدير من أقدم المدن في الشرق الجزائري حسب ما ذكره المؤرخون وتؤكده مختلف الآثار التي عثر عليها. استوطنها الرومان في أواخر القرن الأول وبداية القرن الثاني ميلادي، وكانت مدينة رومانية بامتياز، وهذا هذا راجع للاكتشافات التي وجدت في هذه المدينة من البنيان وحمامات رومانية وكذلك ضريح برشميسة وكذلك يعني لقى أثرية المتواجدة بالمواقع الأثرية المتواجدة في الولاية. برج الشميسة بمنطقة الزمالة، منطقة بالليمور، إضافة إلى المقابر الدائرية بمنطقة الدشرة، كلها آثار تجسد مختلف العصور التي مرت بها المنطقة. غلب عليها الطابع الفلاحي نظرا للوجود نتاعها في منطقة تسمى بالغدير، والغدير تعني كثرة المياه والمنابع المائية، لهذا سميت بالغدير، وكذلك تسمى بالمدينة الخضراء أو المدينة النظيفة. خيرات برج الغدير بلوحاتها الطبيعية التي تعانق التاريخ تشكل متحفا طبيعيا على الهواء الطلق.